يدخل الوحدات ممثل الكرة الأردنية في الدور التمهيدي لدور أبطال آسيا مباراته الأولى أمام القادسية الكويتي يوم غد، وكان قد واجه قبلها العديد من الصعوبات التي أثرت على مسيرة أعداد الفريق لهذه المواجهة الهامة والمرتقبة. الوحدات الذي لم يحظى بفترة أعداد جيدة خلال فترة التوقف ما بين مرحلتي الذهاب والإياب، وذلك لتواجد عدد كبير من لاعبيه مع المنتخبات الوطنية الأول والأولمبي خلال الفترة الماضية. العقبات التي تشكلت أمام الوحدات كانت بضغط المباريات المحلية مع الخارجية، وذلك لضرورة استكمال مباريات الدوري. وكانت الخسارة الأخيرة للفريق أمام الأهلي بهدف نظيف قبل السفر إلى الكويت ضربة موجعة للجهاز الفني واللاعبين، والتي ضربت المعنويات قبل لقاء القادسية. ويعول الوحدات على استجماع قواه والخروج بنتيجة الفوز أمام القادسية قبل الانتقال للمواجهة الأصعب أمام الأهلي السعودي في جدة، والتي ستلعب في 17 من الشهر الحالي.